بص بقى، عايزين نبرمج الشاشه دي بقى. الشاشه دي ليها اول حاجه عملنا كونكشن بالداتابيز، الداتابيز اللي احنا ايه السيرفر الخارجي. طيب عايزين نبرمج دي، هنتعامل مع كام عنصر على الشاشه؟ واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه، تمام. طيب هنبدا بالاول بدول، بالاتنين دول والتشيك بوكس والفورجيت. هروح جاي في المين لوجن، ادي التكست، تي اكس تي بوس. بعد كده لا اسمه الاول تشيك بوكس الاول، سي اتش كي ريمبر او لوجن مي. بعد كده ام جي فيو اي ام جي لوج واي ام جي فيس واي ام جي جيميل. من ثلاثة؟ تمام؟ طيب هنعمل لها انشاليزيشن. txt حاضر، txt user edit text find view by id r dot id dot txt min user. وعمل ايه جهازك يا ابراهيم؟ txt boss txt boss. chk checkbox find view id or dot id dot chk login img login save image view image gmail email. وده اللي هيتعمل له بقى ايه؟ img.login.setOnClick new view onClick list. تعال بقى نبدأ نبرمج. أول حاجة لازم تعمل، أنت دلوقتي عملية اللوجن دي بتعمل تشيك على الداتابيس، بتشوف اليوزر نيم والباسورد بتوعك صح ولا غلط. عملنا المرة اللي فاتت مستر حسن كلاس كده، الكلاس ده بيعمل كونكشن بالداتابيس، سميناه كونكت داتابيس، تمام. الكلاس ده عملنا جواه ميثود اسمها كونكشن اول حاجه، واسمها نوعها كونكشن، اسمها كونكت دي بي. اول حاجه بتاكد انه واخد صلاحيات انه ياكسس على الانترنت وعلى سيرفر خارجي من بره، السطرين دول بيتشيك على البرنامج بتاعك انه واخد ياكسس على الانترنت. بعد كده عرفنا متغير من نوع كونكشن. بعد كده الكونكشن ده عشان تعمله كونكشن مع داتا بيس سيكوال سيرفر لازم ننزل مكتبه اسمها جي تي دي اس اهي، لايبس اهي، وعملنا لها كومبايلر او زي ما يعتبر كده سطبناها جوه الاندرويد، تمام. بعد كده عشان نستدعي المكتبه دي كتبنا كلاس دوت فور نيم واسم الدرايفر. الدرايفر ده عباره عن ايه؟ زي ما بالظبط حضرتك تجيب جهاز كمبيوتر ومكنه برينتر، بيجي معاه اسطوانه التعريف عشان الاثنين يتعرفوا على بعض، هو ده التعريف، هو ده الجي دي دي اس. بعد كده قلت له الكون هيعمل كونكشن عن طريق الدرايفر، قال لي بأنهي حاجة؟ قلت له أنا عايز منك أربع حاجات، واحد اديني البرنامج اللي هتشتغل عليه، قلت له أكيد سيكوال سيرفر، اديني السيرفر نيم، قلت له هو، اديني اسم قاعدة بيانات، قلت له هي كار سنتر، اديني اليوزر نيم، قلت له كار سنتر أدمن، اديني الباسورد، قلت له إيه من واحد لستة وآد سبعة تمانية تسعة، تمام. بعد كده قلت له دي بقى المرحلة دي هيرجع عملية الكونكشن بتاعتي. أجي بقى في الريجستر هنا، أول حاجة في اللوجن، أول حاجة عايز أعمل كونكشن، يبقى أول حاجة أروح أستخدم الكلاس اللي اسمه كونكت داتابيز، دي بي يساوي نيو
كونكت داتابيز. قال لك اول حاجه حضرتك عايز تعمل تشيك على الداتابيز وتدور جواها، يبقى لازم تعمل كونكشن الاول، يبقى لازم اعرف متغير من نوع كونكشن اسميه كون يساوي. قال لي ما الكونكشن فين؟ قلت له في كلاس اسمه داتابيز، في في ميثود اسمها كونكت دي بي. ممكن ما يقدرش يعمل كونكشن لسبب ما، انترنت فصل، ده ابسط الكود الاولاني هنا. الكود الاولاني هنا عملنا كونكشن تراي ان كاتش، بحيث لو الدرايفر مش موجود او حصل ما قدرش يعمل كونكشن. ما قدرش يعمل الدرايفر مش موجود، يعني ايه؟ يعني اللايبراري مش متحمله، اللايبراري مش متحمله. طب اس كيو اكسبشن ده خطا، بيقول انه ما قدرش يتصل بقاعده بيانات بسبب اسم قاعده بيانات غلط، اسم السيرفر غلط، اليوزر نيم غلط، الباسورد غلط. خلاص طبعا الحاجات دي تكون انت ايه مجربها، واكيد عمل كونكشن مع حضرتك. استحاله ترفع الاب ستور او سوري ترفع الابلكيشن البلاي ستور الا ما تكون مجرب كل حاجه. اكيد بترفعه تمام وزي الفل، صح ولا غلط؟ فهاجي هنا وانا بعمل لوجن، وانا بعمل لوجن كده هقول اعمل له كونكشن بالداتابيز عن طريق كون، واروح قايل لو كون يساوي نال يبقى كده ما عملش كونكشن. في الحالة دي توست دوت دوت ميك تكست جيت ابليكيشن كوما، اروح قايل له تشيك انترنت اكسس كوما توست دوت لينس لونج دوت شو إلس. لا ده كده عمل كونكشن والدنيا زي الفل. ابدا ادور لك جوه التابيز. قلنا عندنا اربع اوامر على الداتابيز: انسرت، ابديت، ديليت، سيلكت. المره اللي فاتت خدنا جمله الانسرت، المره دي واحد بيكتب اليوزر نيم والباسورد ودس على الزرار. العمليه دي عمليه تعديل؟ لا. عمليه اضافه؟ لا، ده عمليه سيلكت. بيدور، بيدور على مين ومين؟ قال لك عشان تنفذ امر على الداتابيز لازم تعرف متغير من نوع بريبير ستيتمنت والبي كابيتال، سوري ستيتمنت، من نوع ستيتمنت سميه اي اسم، اس تي ام تي يساوي نيو او يساوي كون دوت كرييت ستيتمنت. كده انت بتقول له ايه؟ هعرف متغير من نوع ستيتمنت. بعد كده عشان ينفذ اي امر على الداتابيز، بعد كده قلت له اسم المتغير الاس تي ام تي، قلت له هينفذ فين المتغير ده؟ هينفذ امر، هينفذ امر على ايه؟ على الداتابيز، المتغير بتاع الداتابيز. يبقى قلت الكون كريت ستيتمنت، قال لي فيه هنا ايرور، قلت له ده مش ايرور ده اكسبشن، اكسبشن اروح اعمل كده تراي اند ايه اند كاتش. بعد كده قلت له اس تي ام تي دوت stmt dot execute update، قال لي اديني الجمله اللي عايز تنفذها، قلت له جمله select asterisk from اسم الجدول customers. هل انت هتجيب كل البيانات ولا هتدور على ناس معينه؟ على اساس اسم يوزر نيم يبقى وير، وير دي يعني شرط، بس شرط على داتا موجوده جوه الداتابيز، شرط على جمله برمجه او مع متغير برمجه اف 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 كونديشن وسويتش، ده على متغير برمجه. اما شرط جوه بيانات، لو انت عندك قاعده بيانات وعايز تجيب بيانات من جوه الداتابيز بس بيانات متفلتره، دي وير زي جوجل ما بيعمل كده. يعني معنى كده جوجل قايم على وير كلها، خلاص انا عايز كل الطلبه اللي مسجلين في كليه علوم، طب انا عايز كل الطلبه مسجلين في كليه علوم وفي ليفل 2، طب عايز كل الطلبه ماشي تعالى يا عم عامل ايه؟ ليك وحشه والله. شافك النهارده. هتعملوا ايه؟ ما تلغوا. شفت انت ما شفت بروح. طيب عملنا الشاشه كده، عايزين نبرمجها بقى. تمام كده؟ بص شباب بقى. جينا بقى هنا عمليه سيلكت، هنا بيعمل سيلكت استريك فروم كاستمرز وير على اليوزر نيم يساوي التكست المكتوب في التكست او اليوزر نيم اللي هيدور عليه فين؟ في التكست. لا ده هيدور عليه في الداتابيز، بس هيدور على انهي يوزر نيم؟ على اللي اتكتب هنا.
وانهي باسورد الكتب هنا اروح قايل يساوي سنجل دبل بلس تي اكس تي يوزر دوت تكست جيت تكست اقفل بلس اقفل الدبل اقفل السنجل كوم ايه سنجل دبل بلس دي بقى السيلكت استك فروم كاستمر وير يوزر نيم لحد هنا باشمهندس حسن ثابته القيمه اللي بيدور عليها متغيره فعشان اربط بين ثابت ومتغير بحط بلس وسنجل دي عشان هي نوع نص يعني اليوزر نيم نوع نص فبيدور على حاجه نصيه بعد كده باسورد اند ولا اور واحد منهم صح ولا الاثنين لازم يكونوا صح يبقى اند سنجل دبل بلس تي اكس تي بتاع الباسورد دوت جيت تكست اقفل البلس اقفل الدبل اقفل السنجل سيميكون في بس دبل كوتشن في الاول خالص سيميكون انتر دبل كوتشن دي قال لك لتنفيذ امر سيلكت لازم اكزيكيوت كويري وليس اكزيكيوت ابديت اكزيكيوت ابديت دي انسرت وابديت وديليت طيب انا عايز ادور على الداتا دورت عليها واتنفذت لقيت ولا ما لقيتش قال لك مش عارف قال لك بعمل ايه قال لك لازم تعرف متغير يشيل الداتا اللي انت جابها مش جمله سيلكت دي بتعمل ايه بتسترجع يعني هتجيب لك فين لازم يكون معاك متغير تحط فيه البيانات المتغير اللي هيجي ده هيجيب بيانات مين وكلمه استريك دي معناها يجيب الداتا دي كلها اليوزر نيم والفيرست نيم والادرس والايميل والفون والباسورد بس الكام فرد واحد صح ولا غلط بس هيجيب كام كولوم ستة كولوم لمين يوزر نيم وكولوم للادرس يبقى معنى كده المتغير اللي يقدر يشيل اكتر من كولوم قال لك متغير عندنا اسمه ريزلت ست سميه ار يساوي كده مين يشيل الداتا الار عايزه تشيك على الار لو شايله يبقى لقت لو مش شايله يبقى ما لقتش اروح قايل اف ار دوت نيكست يبقى شايله ولا مش شايله شايله بيانات هيعمل ايه هيخش على الابلكيشن طب إلس يبقى مش شايله اروح قايل توست دوت ميك تكست جيت ابلكيشن كوما انفاليد يوزر نيم اور باسورد توست دوت لينس دوت شو طب لو لقى بيانات هيخش على السيستم صار غلط تعال بقى نعمل صفحه للدخول كليك يمين نيو اكتيفيتي جالري تحبوا صفحه الدخول نعملها زي ما قلنا كده ولا نعملها تبات زي الواتساب ما احنا برضو عايزين نعرف تبات لايه ما تنساش ان احنا مركز صيانه سيارات هو اول ما يدخل هيلاقي هيلاقي ماركات السيارات هيخش على الماركه يلاقي الانواع هيخش على النوع يلاقي العربيات هيخش على العربيه يلاقي التفاصيل بتاع العربيه لا سوري هيخش على التفاصيل لا لا معلش انا اسف فاهم اول حاجه يخش الماركات بعد يعني كده يخش على النوع يلاقي الانواع هيخش على النوع يحجز ده اول حاجه التابت لا ما هو ده ديت تاب واحده بس عمال يدخلك انا فاهمك بس كل تابه بس مهندس حسن منفصل عن التانية اما احنا انواع العربيات هتيجي بيزد على البراند وفي حد دفع لنا قطع الغيار ما احنا بقى نعمل ايه تاب للبراندات عشان يقدر يحجز وتاب لقطع الغيار وتاب مش هتنفع تاب في الحته دي مش هتنفع تاب في الجزء بتاعها يعني تنفع كده نعملها زي دي في البدايه حتى برضو كنا التاب هنعملها في الادمن التاب نعملها في الادمن يبص على الحجوزات يبص على الاوردرات يضيف اسمه ايه سبير كار جديد هو انت برضو لازم تفكر من ناحيه العميل ايوه يعني ما تفكرش من ناحيه طبعا ناحيه العميل ده اسهل كمان طبعا انا عايز الافضل والاسهل ما انا عارف الاوبشنز كلها كلام
خمس صح في مره واحده في وش. انا عجبتني بصراحه لما بصيت على العزب عجبتني. انا راجل لسه ما بنتوش هنبني ان شاء الله يوم الخميس. هو دايما من عبد الله دايما التفكير يعني لازم يبقى. اه طبعا التفكير لازم مين الاسهل عشان كده دايما بتوري الابلكيشن الجهاز لحد وتقول له لو عملته بالطريقه دي يبقى اسهل والطريقه دي يبقى اصعب كده. طيب يبقى احنا هنشتغل على ام بي دي خليها دي خلاص على الاقل على المسج دي تبقى كونتاكت اس عايز ابعت شكوى او حاجه. نيكست مين يوزر اكتيفيتي صفحه اليوزر بقى فينش يبقى لو ارى يبقى يوديني لصفحه مين اليوزر اروح قايل كده بقى ستارت اكتيفيتي نيو انتر مين لوجن اكتيفيتي دوت زيس كوما مين يوزر اكتيفيتي دوت كلاس سيف كده عملنا قصه اللوجن المفروض برمجناها كده اهو واحد عملنا كونكشن بالداتابيز اتنين اتشكد على الكونكشن لو نال طلع رساله واللي افتح النت تلاتة عرفت متغير اسمه ستيتمنت يكريت العمليه يكريت الجمله ايه الجمله اللي هيكريتها جمله سيلكت استرجاع بيانات اليوزر من اليوزر نيم شرط اليوزر نيم ومين الباسورد بعد ما يرجع بياناته يحطها في متغير نوعه ريزلت ست ده يا جماعه شبهه عامل بالظبط شكله عامل كده شكل جدول الريزلت ست شكله عامل كده بالظبط يقدر يشيل بيانات من اكتر من صف من اكتر من عمود. طيب كلام جميل تعالى بعد كده رحت قلت الريزلت دي لو شايله بيانات يبقى ار دوت نيكست نيكست ديت لو اتحركت يبقى كده شايله في الحاله ديت اعمل ايه وديني الشاشه الثانيه ايلس قول لي انفاليد جرب كان عندنا يوزر اسمه الداتا قدام عين حضرتك اهي اتم وحسن مش كاتبين هنا الباسورد الاثنين واحد من ثلاثة لوجن اتم اي حاجة تمام انفاليد لا لوجن ميدل لو انت عايز ايه لو انت عايز بعد كده ما افتح الابلكيشن مرة تانية يدخل على طول تمام دي لسه هنعملها طب انا لو عايز ثلاث مرات يقفل الابلكيشن يقفل طيب تعال نجرب الاول الدخول واحد اتنين كام تمام راح للمين يوزر تمام طيب عندك في مشكلة بص خدت بالك ده بيرجع عايزين نفصل ايه الزرار ده عملناه قبل كده اتعاملنا مع الزرار ده قبل كده اتعاملنا مع الزرار نفصله اهو ممكن حتى نفصل الزرار ده عشان يمنع الرجوع هاو تو سيت اهو لكن سيت اكشن فور تيك بتون يوزنج اندرويد ستوديو هتلاقي اول واحده ان احنا نفصل الزرار كان حاجه اسمها اكشن ايفنت هنا مش دي لا الزرار وكانت في الكي ايفنت كنا عاملينها في انهي حته قد افتكر نجيبها منه على طول كنا عاملينها في كي ايفنت كده
كي داون دي. بص يا سيدي بقى في المين يوزر ده في الاون كرييت، تروح بره الاون كرييت تروح رزع الكود ده الت انتر بس كده. بيقول لك ايه بقى اون كي داون؟ اتفقنا معاه كده ان احنا لو عايز تتعامل مع كل زرار الكيبورد، لو الكي كود يساوي كي كود اندرسكور باك او متول اندرسكور، هيظهر لك كل زرار الكيبورد اللي تعرفها ولا ما تعرفهاش. اهي اب، اهي تلاقي بيج اب ومش عارف فوليوم اب، الزرار اللي في الجنب تمام اه، وتقدر فوليوم داون والبرايتنس اب، واخد بالك تمام. كل الزراير باتون مش عارف كام، 1 2 3 4 الكلام ده كله. احنا عايزين ايه؟ باك. وعندك الهوم اهو تمام، احنا عايزين باك. يعمل ايه؟ مش هيعمل حاجه في الحركه دي، مش هيعمل حاجه لو عملنا جربنا كده، عشان لما يدخل ما ينفعش يخرج بباك. الفيسبوك عارف بيعمل ايه؟ بيقفله، بيقفل. لا لا لا، بيطلع بره خالص، بيطلع الهوم. انا جوه صفحه وجوه الصفحه دي جوه كل، لا يا باشا اول صفحه لو وصلت لها بيخرج. بص هنا راح لمين؟ اه احنا عايزين ندخل، سوري اه حسن حفظ الارقام 1 2 3 لوجن. خدت بالك؟ خلاص انسى. انت ممكن بقى يعمل ايه؟ يقفل البرنامج، يقفل البرنامج، يقفل البرنامج. كانت فينش دي بس مش عارف فينش، ما اشتغلتش صح؟ طب استنى ايه؟ بتكتب كده اهو فينش اكتيفيتي سيستم دوت اكزيت سيستم اكزيت 1. جرب كده، لا فينش انفنتي معلش. قول قول عايز حاجه يا ابو احمد؟ بص كده فيسبوك بيعمل كده. بص بقى لو جيت دوست هنا هتلاقيه موجود هنا، الفيسبوك بيعمل الحركه دي اهي. الكود ده يا مستر حسن بيخرجه، بيقفل الابلكيشن بس لسه في الرام، بس لسه في الرام موجود اهو. فينش انفينيتي ديت وسيستم دوت اكزيت 1. احنا كنا مره فاتت بنستخدمها فينش بس صح؟ اه لا هي فينش انفينيتي تمام. لسه الابلكيشن مفتوح حتى لما اه مفتوح اهو، الايميل مكتوب فيه اهو. 1 ده هيفتح لك على الابلكيشن بس من اول خالص بقى. 1 ده بتاع ايه؟ 1 دي اللي هو ياكتف الكلوز، في 0 ما يبقى ما عملش حاجه، 1 و 0 اهو. اتم 1 2 3 لو دوست هنا فيسبوك بيعمل كده، على اول شاشه بيعمل كده. طبعا دي على اول شاشه، في اللوجن لا ما ينفضش يعملش حاجه، يعني الفيسبوك يقعد يرجعك لو انت دخلت على فريند وفريند وفريند، يقعد يرجعك يرجعك يرجعك، وصلت للهوم دوست يقفلك، يقفل. يعني هو شغال بطريقه الهوم العادي، يعني في الاكتيفيتي شغال يرجع يرجع عادي الديفولت بتاعه، بس يجي عند الهوم هو مبرمجه انه يخرجه زي كده، دي تبقى في الهوم افضل. طيب سيف كده برمجنا حته مين؟ اللوجن. عايزين ثلاث مرات ويقفل الابلكيشن. طبعا دي في السيستم اكتر صح؟ مش في الاندرويد يعني، بس لو عايز تعملها، لو عايز تعملها رقم واحد هتعرف متغير اي ان تي اكس ايكوال 0، وتروح قايل كده كل ما يحصل انفاليد تعمل ايه؟ تزود الاكس بكام؟ بواحد. واول ما الاكس يوصل لتلاته تنفذ لي الكود ده. طب لو وقفنا دي بس كده عقبال ما يحمل
في واحدة تانية ال exit application كيل بروسيس. في طريقة تانية بتبقى تعمل كيل بروسيس على الكوندي. اللي هو الصح يبقى قدامه صح. بقعد ادور كده اللي يبقى قدامه صح يبقى هو ده اللي اتجرب قبل كده وناس عملته. يعني بص سيستم اكزيتين ايه؟ لا 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 بيعملوها صح. فينش زي ما احنا عملناه. في حاجه هنا اسمها كيل بروسيس. ايه ساعات بس دايما بتلاقي في حاجات صح. يعني بص موجود ايه؟ لا صح اخضر كده. يعني هنا مفيش صح. يعني بص ديت مثلا بص دي نجرب دي كده. بصوا يا جماعه لو عايزين نجرب دي ماشي هنجرب دي كده. كل بروسيس بتعمل ايه؟ بتشيله من الرام. بتشيله من الرام خالص. بس نجرب واحد اثنين بس برضو ايه خرجك في كل بروسيس بتشيله من الرام خالص. وزود فينش. يعني هو قايل له وزود فينش واحد ردد عليه فينش هيجيب له جلطة قسما بالله. وبص في طريقة كنا بنستخدمها كلاب كلير. لا بروسيس دي كده دي انا استخدمها. ما هو ده برضه رجعك دي. دي رجعك. بس هو رجع بعد ثلاثة على فكرة. خليها بعد أربعة. اللي قلنا دي. يقفل خالص وما يظهرش في الرامات. لما ندوس على الزرار بتاع التاب ده. ده بيرجعه للي فات. هي مبقاش غير بقى الفينش انفينيت دي. هي موجودة على الرين. انا مش عايز اشيل من على الرين. طب بص بقى بص الواد بص الواد كاتب كودي كل باك جراوند بروسيس. خدت بالك دي؟
وهنا اسم الباكج نيم. استنى بقى بس، بيقول لك لازم تكون واخده البرميشن دي. البرميشن تتحط فين؟ في المانيفست. اسمها كيل باك جراوند بروسيس. تعال نجرب بقى كده. ما انا عارف في ايرور في اللوجن. بيقول لك هنا فين هي الباكج نيم؟ الباكج نيم اللي هو دي. طب وعايزها سترينج يعني؟ سترينج ماشي. بسم الله. جيت سيستم سيرفيس، واخد بالك؟ ممكن دي تشتغل. واحد صوب كونكت على سيرفر. اثنين كنا عملنا اثنين بقى. واحدة. ثلاثة. اخي. يا مجنون ده. طب شيل دي خالص، انا عايز اجرب. مش كانت ثلاثة باين؟ طب شيل. هو لو طلع انا عايز ايه؟ عايز اجرب الكود ده من اول مره على طول. ايه نشوف هيقفل ولا هيعمل ايه. بس مفيش سيستم دوت اكزيت حتى. ايه انا مش حاسس بصراحه. لو واحد قال له واحد كاتبه ايه؟ مش شغال. بس يعني اعتقد موجوده ان يشيل من على الرام دي. ليه لا يعني؟ بس انا مشكله بالدراكشة مع اليوزر شويه. هخليه يخش على الروم وخلاص. يعني لو غلط ثلاث مرات يبقى راجع تاني الروم. وكده كده لو اصلا طلع بره على الرام يخش على يعني. بص لو عمل كده، بص على الرام اهي. انا عايز الكود يعمل كده. خلاص بيرجع في الرام. لا بس لعبه واحده عامه يعني. لما مش تمام. بص بقى دي كده اللوجن ايه خلصت. عايزين نبرمج اللي تشيك اللوجن ميدي. عايزين نبرمج اللوجن ميدي. هلاقي اللوجن ميدي فكرتها ايه بقى؟ كل فكرتها ان هو عايز اول ما الابلكيشن يدخل انت تكون بكاتب يوزر نيم وباسورد. تمام اهو زي كده. الابلكيشن بتاعنا فين اهو؟ رحت عملت لوجن وكتبت كده اتم 1 2 3 وعلمت كده اللوجن. الراجل دخل تمام. تمام جيت بعد كده قفلت الابلكيشن خالص. جيت بعدها باربع خمس ايام فتحت الابلكيشن، بتدوس على لوجن راح دخلك على طول. او اول ما تفتح الابلكيشن از يو لايك يعني. مش محتاج ان انا اعمل ايه؟ ايزا نيو بس. فاهمني؟ فاهم محمد؟ طيب الحركه دي بتعمل ازاي؟ الحركه دي كانت بتتعمل في الويب، بيتسماها ملفات كوكيز. ملفات الكوكيز. ملفات الكوكيز دي عباره عن ايه؟ ان اول ما بتتعلم على ريمبر مي بياخد اليوزر نيم والباسورد يحطهم جوه ملفات. الملفات دي عامله زي ملف نوت باد. يروح مسجل اليوزر نيم والباسورد جواها، يروح واخد الملف يروح راميه عندك في السي. اول ما تفتح الموقع يروح متشيك عندك في السي. الملف موجود؟ طب في بيانات؟ طب هات لي البيانات دي. يخش يدور عليها. البيانات دي موجوده؟ دخل الراجل ده بسرعه. وكل ده بيحصل ايه؟ في ثواني.
ده اللي بالسيناريو اللي بيحصل. ملفات الكوكيز بقى احنا عندنا اسمها شيرد بريفرنس. احنا بقى عندنا الملف ده اسمه شيرد بريفرنس. بيتسمى احنا عندنا النوع ده هو بيعمل نفس العمل نفس العمل بس اسمه شيرد بريفرنس. الحاجه دي ميزه بقى للشيرد بريفرنس دي مش ملفات مش عمليه ريمبر مي وبس. سبحان الله اول ما فتحنا هنا مش عمليه ايه بس مش كودها ده كود تاني. مش عمليه شيرد بريفرنس وبس لا يعني الشيرد بريفرنس مش عمليه لوجن وخلاص خالص لا ده انا ممكن اسجل فيه بيانات. بص بقى اسجل فيه داتا في الابلكيشن بتاع مثلا رحله محشي في مصر وابلكيشن تاني يقرا الداتا اللي عملها احلى محشي في مصر. لو انا عندي تو ابلكيشن ابلكيشن بتاع نورهان وابلكيشن بتاع مستر حسن ابلكيشن بتاع نورهان كار مينتنس وابلكيشن مستر حسن كار شوب ممكن وانا بعمل لوجن تمام اعمل لوجن بالداتا بتاعت الابلكيشن بتاع نورهان اتنين ابلكيشن بيكلموا بعض عشان كده سموها شيرد. ما تاخدهاش الفكره انها ريمبر مي بس ايمن قال لوجن ده الشيرد بريفرنس لا ده اللوجن مي بس لا ده الميزه انك ممكن داتا تحطها في ملف وتخلي الابلكيشن تاني يقرا الملف ده. المهم تدي الابلكيشن التاني ايه اسمه. شكرا على كده قول له خد يا عم عارف حركه الفيسبوك بتعمل ازاي تعمل بكده تعمل بكده هو بيتشيك على مين على ملف فيسبوك لو لقى موجود دخل الراجل ده على طول عن طريق فيسبوك خلاص لو ما لقاش موجود يفتح لك الفيسبوك ولو ما يفتح الفيسبوك هيدخل على طول لا هيبدا يفتح لوجن ليه عشان من الطبيعي ان الفيسبوك اساسا مش هيدخل على طول عشان ده مقفول. كريم انا في القاعه فوق في القاعة نفس القاعة فوق ماشي فهو ده الشيرد بريفرنس. الشيرد بريفرنس ده عبارة عن ملف الملف ده تقدر تعمل ايه تخلي بقى برنامجين يكلموا بعض. انت حضرتك عايز تخش بنفس اليوزر نيم والباسورد بتاع الفيسبوك الناس بتقول ايه ده هو انت سمح لك انك تاكسس على البيانات بتاع الفيسبوك انسى هو سمح لك انك تاكسس على اليوزر بتاعك فقط. طب ازاي؟ قال لك مش انت لما بتخش على فيسبوك بيدخل على طول صح؟ قال لك خلاص هو عامل ملف ورميه على موبايلك اسمه نوعه شيرد بريفرنس. انا كبرنامج هخش اقرا الملف ده لو لقيت في الملف ده داتا دخل الراجل ده على طول عن طريق الفيسبوك يبقى انا كده دخلت عن طريق الفيسبوك. هو ده الكود بتاع الزرار فيسبوك نفس الكلام بتاع مين؟ الجيميل نفس يعني هو كل الفكره الشيرد بريفرنس ده ميزه انك تقدر تخلي كذا برنامج يكلموا بعض عن طريق الملف ده. انت تقرا نفس الداتا وانا اقرا نفس الداتا بس انا اللي مكريت الملف بس انا عشان اديتك اسم الملف وتقدر تتعامل معاه خلاص. الميزه الثانيه الشيرد بريفرنس انك تقدر تنقل بيانات من شاشه واحد وتقراها في شاشه 8 ده برضو ميزه تمام. قال لك الشيرد بريفرنس دي ثلاث مراحل واحد انشاء الملف اثنين قراءه من الملف ريد ثلاثه حذف الملف. طب حذف الملف امتى؟ برافو عليك وانا بعمل لوج اوت 100 وانا بعمل لوج اوت احذف الملف خلاص عشان يبدا ايه يدخل مره ثانيه. طب بص بقى تعالى يا سيدي ماشي الستارت تو اتفضل. بص يا سيدي ادي فكره اللوج الكود اللي بيكريت الملف اهو. اول حاجه بتكتب جيت شيرد بريفرنس تديله اي اسم يعجبك. الملف ده ايه برايفت يعني بترمي على مين على موبايلك الشخصي ما ينفعش ترمي موبايل تاني ده برايفت خلاص. بعد كده دوت ايه بسجل فيه كام حاجه. الحاجه الاولانيه هاخدها من تكست اسمه تكست ايميل والحاجه الثانيه هاخدها من تكست اسمه تكست واعمل عمليه كوميت دي عن حفظ كومنت دي عن عمليه حفظ تاني. بص يا سيدي امتى ينفذ بقى الكود ده لو علم على مين على تشيك بوكس اروح قايل كده ادي اللوجن اهي لما يبقى صح لو السي اتش كي لوجن دوت از تشيكد يبقى كده ارى بيانات يعني كده سوري علم على لوجن يعمل تشيرد بريفرنس. قال لك اول حاجه جيت تشيرد بريفرنس سماه ماي بريف. بعد كده الملف ده نوعه برايفت هسجل هعمل اديت فيه هسجل فيه كام حاجه. اليوزر نيم هياخده من تي اكس تي يوزر
دوت جيت تكست والباسورد من تكست بس، بعد كده دوت كومنت. طب قال لك في الحقيقه بقى على فكره عشان تبقى فاهم بس، عشان تبقى فاهم حضرتك ان كلهم اساسا ايه، بس طبعا في الشرح افضل ان كل واحده على ايه، عشان بس انا عايز افهم الحته دي عشان محدش يقول ايه ما فاتش ناس يقولوا ليه ده، بس كل دول سطر واحد بس في الشرح انا مخليها ايه كده عشان ايه تبقى واضحه، تبقى واضحه اكتر بس، فاهم اقصد ايه؟ عمل ملف ماي بريف، عملت ايديت جواه، سجلت فيه يوزر نيم وباسورد، ممكن تسجل فيه كام حاجه، كذا حاجه مش شرط اتنين، عن طريق حاجه اسمها بوت سترينج. الخانه بتاعت اليوزر نيم هياخد منها التكست. ايه حكايه يوزر نيم اللي متلونه بالاخضر ده؟ اللي هو تايتل، مش انت بتكتب بيوزر نيم وهنا اي حاجه، باسورد وهنا اي حاجه، نيم اي حاجه، فون اي حاجه، لما تحب تعوز دي تقول له هات من خالد مين النيم تايتل بس، تمام. طيب كده عملنا الملف، عايز اقرا منه عشان لو في داتا يعمل ايه، يدخل على طول، لو مفيش ما يخشش يقراها امتى؟ لا مجرد ما الابلكيشن يفتح، صح ولا غلط؟ اول ما الابلكيشن يفتح، اول ما الابلكيشن يفتح عندي عشان اقرا بيانات من ملف، قال لك اهو تحبه اول ما الابلكيشن يفتح اول مره ولا اللوجن؟ لما يجي يفتح اللوجن، يعني لما يجي يفتح على اللوجن ولا اول ما الابلكيشن يفتح على طول؟ يبقى في الحاله ديت في الصفحه بتاعت المين ايه؟ اكتيفيتي جوه الاون كرييت اهي. بص بقى المره دي اعمل ايه؟ اقول له روح عرف متغير اسمه شيرد بريفرنس، اسمه بريف، هتتعامل مع ملف اسمه مين؟ ماي بريف اللي احنا سميناه هناك. قال لي هتجيب لي منه اليوزر نيم ومين؟ لو اليوزر نيم لا يساوي نال والباسورد لا يساوي نال، يبقى في داتا ولا ما فيش؟ يبقى نقل لشاشه مين؟ لا المين يوزر، صح ولا غلط؟ لو لقيت داتا نقلني على طول، دخلنا على اليوزر جد. لا نال دي معناها يعني هجيب منه قيمه، بس القيمه دي ما فيش قيمه افتراضيه ليه، يعني ما فيش قيمه افتراضيه. انا جبت اليوزر نيم وجبت الباسورد وحطيتهم جوه متغيرين وتشكيت على المتغيرين، لو ما بيساويش نال يبقى في الحاله دي هم مليانين. ايوه ما هنا لا يساوي نال. بص يا سيدي لوجن اتم 1 2 3 على لوجن، تمام. اقفل الابلكيشن، شيله من الرام خالص، ماشي. خش كده على دي، دخل مين يوزر على طول، صح ولا غلط؟ المفروض يبقى في لوج ايه، هنعمل دي، هنعمل دي بعد كده يبقى نعمل زرار مع دول لوج اوت، تمام. بس نجرب لوج اوت دي. قال لك لوج اوت دي يعمل فيها ايه بقى؟ يمسح الفايل، يدلت ام الفايل على طول، يمسحه خالص مش اي لازمه. ما هو لو مسحه وحب يعمل تشيك هنا مش هيلاقيه، فهيبقى اصبح اليوزر نيم والباسورد نال، يبقى مش هيعمل حاجه، صح ولا غلط؟ طيب عشان ادلد الفايل بقى، بص يا سيدي اهو عندنا حاجه اسمها دوت كلير تلاقي هنا في المين ليست اكتيفيتي اهي كوميت، لا ده دي بوت سترينج برضه دوت كوميت سترينج كلير، نفس الكود ده كده واروح عامله في الفلوتنج اكشن باتون، مش هي دي؟ مش هي دي؟ اهي اروح حاطط جوه اسمه ايه الملف؟ لا ماي بريف، واروح قايل له هتعمل ايديت جواه بس ايه؟ كلير، بعد كده كوميت ايه؟ امال دي ايه؟ انا عايزها في المين يوزر،
ران جيني موش كده كده هو هيدخل على طول. بص هو بيرن اهو. بص بص كده لوك اوت المفروض يرجع لمين؟ للوجن صح غلط؟ بص كده انا هقفل الابلكيشن وهجرب ادخل. مش المفروض كده لما دوست مسح؟ بس كان ناقصنا الزر اللي احنا نعمل ايه؟ بص ما فتحش على طول، بس كان المفروض اول ما بعد ما يخلص يعمل ايه؟ يرجع لللوجن صح ولا غلط؟ لا مش الصفحه اللوجن من يوزر دوت زيس كوما من لوجن دوت كلاس. ايه انت لسه ما اشتغلتش؟ معلش استنى. طب هقفل دي خالص. طب شايف الدنيا ولا لا؟ معلش معلش. بص لوجن حسن 1 2 3 اوبا دوست بقى ما دوستش مش حلو بس. طب بدوس على دي عمل ايه؟ خدت بالك؟ اقفل خالص. اهو لوج اوت تمام. وقف الفيديو ده.